أما المركز الأول محمد. محمد حالة خاصة، موهبة الصوت محسومة، فصوته قوي ولين وعنده كل المواصفات، واللي ظهر أكتر عنده بالأسبوع الماضي هو تقدمه بالدروس، وفرض محمد نفسه منافس قوي وجدي على اللقب. مرة تاني بالصدفة شدة مش عم تعرف تمشي، كان مدايق هالفستان. شاهيناز، سعد، محمد هن اللي احتلوا المراكز الثلاثة الأولى لهالأسبوع، ثلاثة بيرفعوا الرأس، لكن مع قوة المنافسة أقل غلطة صغيرة صارت كافية حتى تبعدهم عن المسابقة. مبروك، مبروك لشاهيناز، سعد، مبروك محمد. مرسي مدام رولا، مدام رولا عجب، مش عارف شو أقول لك، عجب. مرسي، مرسي كتير. أول شي خبرني كيف معنوياتك كويدرمان؟ هلا كويدرمان مزبوط، هلا حاسس كويدرمان مزبوط. خلينا نشوف شو جايزتك، إذا جايزة فخرية أو جايزة مادية. مبروك يا محمد المركز الأول، شوف منيح شو هي هديتك. مبروك محمد. ميرسي، ميرسي، احلى مدام رولا، عن جد ميرسي رولا. ليش الواحد يحكي بس لبقت له لمحمد؟ ايه لبقت له على القد. شو شعورك محمد؟ والله كثير كثير مبسوط، والله العظيم مش عارف قلبي بدق كثير. كويدرمان. بس محمد ممنوع التشفيط. لا سوء عملك. الف مبروك لمحمد. من بعد هالمفاجأة الحلوة، محمد لوين رايح؟ ارجع بس ما تطول الغيبة، تفضلوا. من بعد هالمفاجأة الحلوة منستقبل